أهلنا الأحبة في محافظة ذي قار، اليوم نشهد تحولاً إيجابياً في محافظتنا الحبيبة، حيث بدأنا نستعيد عافيتنا من ناحية الأمن والاستقرار، وتزدهر حركة الإعمار يوماً بعد يوم. لذا أدعو الجميع وخاصة إخوتي وأخواتي في مجلس المحافظة أن نتجاوز الخلافات ونوحد صفوفنا لنحافظ على هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق بفضل الله تعالى وجهود الجميع حكومة ومجلسا. نحن في بداية سلسلة طويلة من افتتاح المشاريع وماضون على هذا الطريق لافتتاح المزيد من المشاريع الكبرى في البنى التحتية. التحديات موجودة، ولكننا لن نقف أمام حملات الابتزاز أو محاولات تعطيل العمل، ولن نسمح بالعودة إلى الوراء. إن تحقيق الاستقرار السياسي أولاً هو الأساس لأي نجاح في تنفيذ المشاريع. كيف يمكن للحكومة المحلية أن تعمل وسط التحديات الكبيرة التي تواجه ذي قار مع استمرار التهديدات بالإقالة من بعض أعضاء المجلس اتجاه المحافظ؟ دعونا نتساءل، هل كان خطأً أن ندعم قواتنا الأمنية في مواجهة من عليهم مذكرات القبض؟ هل كان خطأً أن نلجأ إلى القضاء لمحاسبة المبتزين بغض النظر عن مواقعهم السياسية والتشريعية؟ وهل كان خطأً أن نحافظ على كرامة وسمعة ذي قار ليعمها الأمن والاستقرار وتكون قبلة العراق محلياً ودولياً؟ أولويتنا اليوم يجب أن تتركز على التراكم على الإيجابيات ودعم كل خطوة تسهم في إعمار ذي قار، وأمامنا الكثير لنقوم به في مجالات متعددة. فذي قار على أعتاب انفتاح كبير دولياً ومحلياً.